السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، طلبة الشهادات المهنية. إن شاء الله هنبتدي النهارده في موضوع هام وموضوع تطبيقي على الانحدار الخطي المتعدد. طبعا في الانحدار المتعدد عندنا متغير تابع واحد اللي هو هنديله رمز واي، ومجموعة من المتغيرات المستقلة اللي هما X1 وX2 وX3 لغاية XM حسب عدد المتغيرات المستقلة اللي هي في الدراسة بتاعتنا. طب فرضا عندي متغير مستقل واحد، هيبقى عندي X1 فقط زي، يبقى المتغير التابع هو Y والمتغيرات المستقلة نربط لها بالرمز X. طب احنا هنا بيبقى عاوزين دايما نحصل على أفضل معادلة انحدار وتمثل العلاقة ما بين المتغير التابع والمتغيرات المستقلة، وذلك لبيانات حجمها N اللي هو حجم العينة اللي أنا بشتغل عليه. طب النموذج الرياضي اللي انا بشتغل عليه او معادله الانحدار شكلها ايه؟ هنا معادله الانحدار الاساسيه y equal b0 اللي هو يعتبر الثابت زائد b1 x1 زائد b2 x2 زائد نقط لغايه bm xm مثلا. طبعا هنا b0 قلنا ده الثابت او جزء الثابت في المعادله. طب b1 وb2 وb3 وهكذا، دي نسميها المعاملات بتاعة X1 وX2 وX3. تمام؟ آخر حاجة في المعادلة طبعا بيبقى في حاجة اسمها E اللي هو الايرور اللي هو البوائي أو الخطأ العشوائي. طبعا عندنا كمان مجموعة من الفروض اللي احنا كنا أشرنا ليها في المحاضرة السابقة، كنا يجب أن يكون مجموع الأخطاء العشوائية بيساوي صفر، ومتوسط هذه الأخطاء بيساوي صفر، يكون تباين الخطأ ثابت، لازم يكون في تجانس، لازم يكون في يكون التغاير ما بين اي خطأين يساوي صفر، ما يكونش في ارتباط تام او ارتباط ذاتي ما بين الاخطاء وبعضها البعض. بيفترض طبعا ان الخطأ ده بيتوزع توزيع طبيعي بمتوسط صفر وتباين مشترك. طبعا لما بيكون في عندنا بيانات للمتغير التابع والمتغيرات المستقلة، في عندنا كذا طريقة يمكن استخدامها لإيجاد معادلة الانحدار، من ضمنها طريقة الليست سكوير أو المربعات الصغرى، ودي تعتبر أحسن طريقة أو أحسن معادلة خط انحدار ما بين المتغير التابع والمتغيرات المستقلة. ليه بنقول إن هي أحسن؟ عشان بتدينا أقل خطأ ممكن، أقل ايرور ممكن. طيب إحنا هنا الفروض السابقة اللي إحنا كنا اتكلمنا عنها دي بتديني أفضل معادلة تقدير قيم المتغير التابع بمعلومية أو بدلالة المتغيرات المستقلة. طب أنا دلوقتي يهمني إزاي أنت تشتغل بإيدك على برنامج الـ SPSS اللي إحنا أشرنا فيه في المحاضرات السابقة. وفي المحاضرة السابقة تحديدًا إحنا كان عندنا مثال، قلنا فيه عندنا مثال لـ 15 محل فيهم بيانات عن المبيعات ودرجة الحرارة في منتصف اليوم اللي هو التمبريتشر، وعندنا عدد سنوات خبرة البائع اللي هو باليرز. فلو احنا ادخلنا البيانات زي ما واضح قصاد حضراتكم في الجدول ده، ده طبعا دي الشاشة الرئيسية او الداتا فيو، الداتا فيو بتاعة البرنامج. كتبنا السيلز، كتبنا تمبريتشر، كتبنا اليرز، وادخلنا البيانات بتاعة ال 15 محل. طب بعد كده هعمل ايه؟ في بعض الخطوات اللي بننفذها وهنمشي مع بعض خطوة خطوة. ازاي استخدم بقى الـ SPSS عشان اوصل للـ Standard Regression؟ اول حاجة لازم اعمل سيف للداتا بتاعتي عشان ما يحصلهاش اي تغيير فيها وانا بشتغل على وجه الخطأ. فانا بعمل سيف للبيانات دي اللي هو Regression سيف، وبعدين اتبع الخطوات دي. طبعا حضرتك كنا هندوس على Analyze اللي هو باللون الازرق، هيظهر لي القايمة دي، هنلاقي من ضمن الاختيارات كلمة Regression. من الريجريشن هيفتح لي قائمة أخرى هنختار منها لينير. طيب هنا لينير طبعا هو انحدار الخط، طبعا بافتراض إن في علاقة خطية ما بين المتغير التابع والمتغير المستقل اللي احنا بنتكلم عنه. فهنا اللينير ريجريشن هيظهر لي الشاشة اللي قدام حضرتك دي أو البوكس ده. عندي هنا ظهر لي البوكس، دخلنا فيه الثلاث متغيرات اللي هم السيلز، او هيبقى عندي في السيلز والتمبريتشر واليرز.
عاوز ادخل كل متغير في المكان الخاص بيه صح، وده حته مهمه جدا. انا عاوز اشوف تاثير مين على مين، انا عاوز اشوف تاثير درجات الحراره وعدد سنوات الخبره على المبيعات. يبقى هنا المتغير التابع اللي هو بيسمى هنا الديبندنت، الديبندنت او المتغير التابع هو السيلز او المبيعات. يبقى هندخل السيلز في الخانه اللي قصاد حضرتك اسمها ديبندنت، اللي هي اول خانه فوق خالص. فكان في عندي متغيرين مستقلين اللي هو التمبريتشر واليرز، هندخلهم في الخانه الخاصه بايه؟ بالاندبندنت او المتغيرات المستقله. يبقى هنا السيلز او المتغير التابع هيدخل في الديبندنت، المتغيرات المستقله اللي هو التمبريتشر واليرز هيدخلوا في الاندبندنت. طيب بعد كده احنا عاوزين نحدد الطريقه اللي انا اشتغل عليها، هل انا عاوز اشتغل بالستاندرد ولا الهرميه ولا التدريجيه ولا ايه بالظبط. فهتلاقي في خانه او في البوكس حاجه اسمها ميثود، الميثود ده مكتوب جنبيها اهو انتر. السهم الصغير ده طبعا هي فيه كذا اختيار بقى، انتر وستيب وايز وكذا اختيار، فانت عاوز الطريقه العياريه اللي هي انتر. طب هنا انت زي ما هو واضح اهو، دخلنا فعلا السيلز في الديبندنت، دخلنا التمبريتشر واليرز في الاندبندنت، وزي ما انت شايف قصاد حضرتك عند الميثود بتاعتك هيبقى فيه كذا اختيار، في اللي هو اهو انتر، ستيب وايز، ريموف، باكورد، حسب الطريقه اللي حضرتك عاوز تشتغل عليها هتكتب الاختيار. فمثلا احنا هنا عاوزين الانحدار العياري او الانتر الاساسي العالي، فهندوس على انتر. دوس على انتر، في اخر البوكس الاولاني ده هتلاقي في كذا اختيار تحت اللي هو statistics plus save option. هنروح على statistics، ندوس عليها، فيظهر لي الشاشه دي، ده اللي قصاد حضرتك. طبعا الشاشه دي هيبقى فيها اختيارات كتير، كلها حاجات ممكن ما تكونش متكتبه او مش واخده علامه الصح دي. فالاختيار اللي انا عاوزه او الحاجه اللي انا عاوزها اعمل عليها علامه صح، تمام. فمبدئيا زي ما هو واضح عند حضرتك في بعض الحاجات الاساسيه هنعلم عليها زي ما هو واضح هنا، اللي هو الموديل فيت والديسكريبتيف والاستيميتس والكونفيدنس انترفال، كل ده احنا نحدده. في مثلا من ضمن الحاجات مثلا الدربن واتسون في الريسيديوال مش متاكتف، ده اختبار مثلا عشان يشوف في ارتباط ذاتي ولا لا. فهو لو يعني حضرتك مفيش ارتباط ذاتي، او انت يعني شايف ان البيانات مفيهاش ارتباط ذاتي من الاول، ممكن تعمل الاختبار او ما تعملوش حسب يعني الحاجه اللي انت عاوز تختبرها وتشوفها مع بعض. طب انا عاوز اشوف اعمل فحص للكيس وايز بتاعتي واشوف دقه النموذج الموديل فات ميت التعديلات بتاعتي، تمام. فممكن اروح الشاشه اللي هي اللي احنا لسه شايفينها مع بعض، روح بقى المره دي على برده في اخر البوكس ده في حاجه اسمها بلوت، هندوس على بلوت هيظهر لي الشاشه دي. الشاشه دي اول ما تظهر هنروح هيبقى عندي كذا اختيار في البوكس الابيض ده، اندبندنت وبعدين زد بي ار اي دي وبعدين زد ار اي اس اي دي، كذا اختيار. حضرتك هتروح على الاختيار اللي هو بتاع زد ار اي اس اي دي تحطه عند الواي، وزد بي ار اي دي هتحطه عند الاكس، تمام. ونكتب بعلامه الصح على الهيستوجرام عشان يطلع لي رسمه المدرج التكراري، ونكتب كمان النورمال بروبابيلتي بلوت اللي هو الرسمه بتاعت التوزيع الطبيعي عشان نشوف البيانات هل واخده فعلا توزيع طبيعي ولا لا. وبعد كده كونتينيو. برده هيبقى من ضمن البوكس الاولاني اللي احنا اتكلمنا عنه ده هيبقى فيه في الاخر برده اختيار اسمه سيف. لما تدوس على السيف هيظهر لك البوكس قصاد حضرتك، ممكن نكتب على اللي هو مهلمبيوس اللي قلنا ان هو الاختبار الخاص بالقيم الشاذة، وندوس كمان على include covariance matrix اللي هو عشان يطلع لي مصفوفة التغير. كل دي حاجات بتنفعني في التحليل الإحصائي بتاعي. فهو زي ما حضرتك شفت هندوس على distance وبعدين مهلمبيوس وبعدين نضغط على continue، تمام كده. يعني تقريبا اكتبنا كل الحاجات اللي احنا ممكن نحتاجها في التحليل الاحصائي بتاعنا.
طب هيظهر ايه بقى؟ هنقول اوكي بقى في الاخر. طبعا اول ما ندوس اوكي هيظهر لي مجموعه من الاوتبوتس او مجموعه من الجداول والمخرجات، اللي هو حضرتك مش قصه ان انا طلع لي مخرجات وبس، لا ده انا لازم يبقى عندي القدره على تفسير وتحليل هذه الجداول. يعني مثلا من ضمن الجداول ادي اول جدول، نفس الجدول جدول ونحلله مع بعض. هيظهر لك الجدول ده، الجدول ده بيقول ايه؟ عندي جدول فيه سيلز وتمبريتشر واليرز، وموجود جنب كل واحده بالاعمده بقى مين وستاندرد ديفيشن والان. يعني معنى الكلام ده ايه؟ ان هنا الوسط الحسابي او المين للسيلز 37.2، طب الستاندرد ديفيشن او الانحراف المعياري للسيلز 14.4، الان اللي هي عدد المحلات او عدد السامبل بتاعتي او العينه بتاعتي 15، طب التمبريتشر المين بتاعتها او الوسط الحسابي 30.3، الانحراف المعياري 8.2، برضو هنا المحلات او حجم العينه ثابت 15، عدد سنوات الخبره متوسطها 2.9 وانحرافها المعياري 1.5. وكده عرفت معلومات خاصه بالمتوسط والانحراف المعياري للمتغيرات بتاعتي، وده اللي احنا كنا بنسميها زي ما كنا اشرنا في المحاضرات الاولى في المنهج ان دي بنسميها يعني احصاءات وصفيه بتوصف المتغيرات. برضو ظهر عندي الجدول اللي قصاد حضرتك اللي بيسموه كورليشن اللي هو مصفوفة الارتباط، عشان بيوضح الارتباط ما بين كل متغير والمتغير الاخر. يعني احنا لو خدنا العمود الاول هنلاقي 1، 1 ليه؟ عشان ده هو نسبة الارتباط ما بين السيلز ونفسها. طب تحتيها 0.907 يعني حوالي 97%، يبقى ده معناه ان هنا في ارتباط ما بين المبيعات وال درجات الحرارة أو السيلز والتمبريتشر بنسبة 97.7%. طيب الرقم اللي تحتيه اللي هو 849,000 أو 84.9%، ده يعتبر إن في ارتباط ما بين المبيعات وعدد السنوات بتاع خبرة البائع بنسبة 84.9%. طب في جدول تالت، الجدول التالت بيوضح لك أنت اشتغلت بأي طريقة، يعني هو اللي هو variable entered و removed. يعني بيقول لك اللي هو variable entered المتغيرات اللي دخلت اللي هو years و temperature، تمام؟ عشان طبعا احنا كنا اشرنا ان في الانحدار العياري او الطريقه اللي هي بتاعت enter بتدخل كل المتغيرات كلها مره واحده. وطبعا هو مفيش حاجه تم استبعادها، هما المتغيرين زي ما هما موجودين عشان هي الطريقه العياريه ما بتستبعدش اي متغيرات. الجدول الرابع ده بقى وده جدول هام جدا جدا في التحليل الاحصائي. يعني مثلا عندي في اكتر من حاجه، اول حاجه الار، الار ده معامل الارتباط او معامل الكورليشن، يبقى في علاقه ارتباط ما بين المتغيرات المستقله والمتغيرات التابعه بنسبه 91.2%. اللي جنبيها على طول هو ار سكوير اللي هو طلع 832,000 او 83.2%، وده الرقم ده يعني مهم احصائيا جدا. ليه مهم؟ عشان ده بيفسر نسبه تاثير المتغيرات المستقله على المتغير التابع. يعني مثلا عاوز اقول درجات الحراره وسنوات الخبره بتاثر على المبيعات بنسبه قد ايه؟ ما هو اكيد في متغيرات اخرى بتاثر على المبيعات، احنا بنتكلم في الدراسه بتاعتنا السنوات الخبرة والدرجات الحرارة بتأثر على المبيعات بنسبة قد إيه؟ بنسبة 83.2 مثلا في المية، يبقى الباقي بقية 100% ترجع إلى عوامل أخرى. طبعا آخر حاجة خالص اللي هو ستاندرد ايرور اوبستيميت اللي هو الخطأ المعياري للتقدير. طبعا الرقم ده كل ما يقل كل ما يبقى أفضل، كل ما يبقى خطأ التقدير أقل كل ما يبقى أفضل للنموذج. يعني لو بتقارن ما بين أكتر من نموذج تمام واكتر من طريقه في الادخال، ببص برضو على الستاندرد ايرور. لو لقيت نموذج الخطا المعياري بتاعه خطا التقدير سوري خطا التقدير اقل من التاني مع ثبات طبعا الار سكوير، يبقى النموذج ده هيبقى افضل. هيظهر برضو عندك جدول خامس. الجدول الخامس ده بيقول لك بقى بيوريك معنويه كل متغير، بنسميه Analysis of Variance أو ANOVA Table أو جدول ANOVA. هنا طبعا ANOVA دي بتعتمد على إن أنا حاطط فروض، إيه الفرض بتاعي؟ في فرض أصلي أو ساعات بنسميه الفرض الصفري وفرض بديل. فرض الصفري أو الفرض الأصلي ده بيقول إن الانحدار غير معنوي،
أو لا يختلف عن الصفر. طب الفرد البديل هيبقى عكسه، الانحدار معنوي ويختلف عن الصفر. طب أنا هعرف بقى منين معنوي ولا غير معنوي؟ طبعا في الإشارة في المحاضرة السابقة كنا بنتكلم عن حاجة اسمها اف كالكوليتد واف تيبل أو اف المحسوبة واف الحرجة. طبعا اف المحسوبة هنا في الجدول اللي هو انوفا تيبل، لو بصيت على الخانة اللي هي قبل الأخيرة اللي هي العمود اللي قبل الأخير اللي هو اف اللي هو طلع 29.6، دي تعتبر قيمة اف، دي تعتبر قيمة اف، قيمة اف المحسوبة. تقول لي طب فين اف تيبل أو اف الجدولية؟ طبعا هنا في البرنامج هو ما بيدكش جداول زي طبعا زمان، يعني زمان كان في جداول كبيرة وبتقعد تعمل مقارنة ما بين اف المحسوبة واف الجدولية تاخد قرار، لكن هنا طبعا البرامج الإحصائية سهلت علينا كل الكلام ده. بنبص على آخر خانة فقط اللي هو اس اي جي أو السيجنيفيكانس أو المعنوية، ده الرقم ده كل ما هو أقل من 5%، طبعا 5% دي اللي هو الخطأ أو نسبة الخطأ اللي أنت شغال عليها، لو هو أقل من 5% ده معناه إن إحنا هنرفض الفرد الأصلي ونقبل الفرد البديل. فهو لو هي فعلا هي طالعة هنا 0.000 يعني 0 تقريبا، يعني أقل من 5%، يبقى بالتالي نقول هنا إيه؟ هقبل الفرد البديل، يعني هقول إن الانحدار إيه؟ معنوي، وبالتالي توجد فعلا علاقة أو علاقة تأثير ما بين المتغيرات المستقلة والمتغير التابع. طب أنا عاوز أشوف يعني بعض أو أحدد السبب في المعنوية ده، تمام؟ هل هو معامل واحد هو اللي بيأثر ولا المعاملات كلها ولا إيه بالظبط؟ طبعا لو عاوز أشوف كل واحد لوحده يبقى في الحالة دي مش بلجأ لاختبار F، لا بلجأ لاختبار T. فهنا الجدول قصادنا تلاقي فيه بقى بدل F هتلاقي T، وجنب ال T برضو S I G بتاعها أو المعنوية بتاعتها. فمثلا ال T عند كونستانت، ال T لأول صف اللي هو كونستانت هتلاقي 0.830، وال significance بتاعته 0.423 أو 423 من 1000. طبعا الرقم ده أزيد من 5%، ده يعني إيه؟ ده يعني إن الثابت بتاعنا أو كونستانت غير معنوي ويمكن إهماله. طب التمبريتشر السيجنفكانس بتاعتها كام؟ التمبريتشر السيجنفكانس بتاعتها 16%، يعني أقل من 16 من 1000، يعني أقل من 5% اللي هو 0.016، يبقى هنا ده أقل من 5%، يبقى معناه إن التمبريتشر ده متغير معنوي ويؤثر فعلا على المبيعات. طب اليرز، اليرز هنا السيجنفكانس بتاعتها 0.435، يعني حوالي 435 من 1000، يعني ده أكبر من 5%، يبقى ده معناه إن المتغير ده غير معنوي ومن الأفضل استبعاده من العلاقة بتاع الانحدار. طبعا لو أنا عاوز أعمل بقى المعادلة بشكل نهائي هقول السيلز بتساوي سالب 6.993 من 1000، طبعا ده اللي هو مقدار الثابت اللي هو موجود في أول عمود اللي هو البيتا، زائد 1.275 من 1000 للعامل او المتغير الاول اللي هو اكس 1 اللي هو التمبريتشر، زائد 1.907 من 1000 للعامل الثاني اللي هو اكس 2 اللي هو الير. طبعا احنا شفنا واتكلمنا اني فيهم هو المعنوي واني الغير معنوي، تمام. الجدول اللي بعد كده بيوريني برضو الكورليشن او قلنا الارتباط ما بين المتغيرات المستقله وبعضها البعض ما بين الييرز والتمبريتشر، تمام. فهو بيديني هنا مصفوفة الارتباط اللي هو الجدول السابق. الجدول اللي قصاد حضرتك اللي هو ريسيديوال ستاتستيك ده بيستخدم لمعرفة بقى بعض المقاييس الخاصة بالايرور أو البواقي، ما هو في فرق ما بين القيم الفعلية والقيمة المتوقعة اللي أنت هتتنبأ بيها في المستقبل، تمام. يعني مثلا أنت كل ده مستخدمه ليه؟ عشان عاوز تقول والله المبيعات هتبقى كام لما يكون مثلا عندي درجة حرارة معينة وعندي بائع بسنوات خبرة معينة، أتوقع بقى مبيعاتي كام؟ فده هيبقى حاجة متوقعة. طب الفعلي بتاعها أكيد مش هيبقى جاست بالظبط، في فروقات ما بين القيم الفعلية والقيم المتوقعة أو المقدرة، وده الفرق ما بينهم بنسميه البوابة. طبعا من ضمن الاختيارات اللي احنا عملنا عليها تيك أو شيك يعني أو علمناها ان احنا علمنا حاجه اسمها هيستوجرام. هيستوجرام اللي هو المدرج التكراري هيطلع لي شكل بياني، تمام. وطبعا المدرج ده يعني بيعرفنا هل البيانات تتوزع
توزيع طبيعي ولا لا. طبعا طالما واخده شكل الجرس او شكل المنحنى اللي قصاد حضرتك ده بنسميه تتبع توزيع طبيعي، وبالتالي يبقى مناسب ليها استخدام الانحدار. برضو ده السكاتر بلوت او شكل الانتشار، ده بيوضح لك هل في بيانات شاذه ولا لا. يعني زي ما احنا شايفين كده ان معظم النقاط تتوزع حول الخط، لكن لو لقينا نقطه منهم بعيده جدا تعتبر قيمه شاذه، و يعني يفضل استبعادها من بدايه التحليل. برضو هنا مفيش نمط معين في الشكل البياني بتاع النقاط، وده يتسق مع شرط اللينير او القطعيه. لما نرجع لملف البيانات بعد ما انت عملت كده، هتلاقي من نفسه كده هو اضاف متغير جديد اللي هو MEH1، عشان احنا كنا طالبين ان هو في اختبار معين يقوم بيه عشان يقارن ما بين قيم هذا المتغير بقيمه الكاي سكوير، تمام. فهنلاقي ان القيم دي كلها قيم كاي سكوير اللي هي الجدوليه اللي هي 13.8 حسب طبعا القانون بتاعها اللي هو يتوقف على درجات الحريه اللي هو N-1، تمام. طبعا جميع القيم اللي ظهر قصاد حضرتك اقل من الرقم ده، طالما هي كلها اقل من الرقم ده فبالتالي لا يوجد قيم متطرفه. قلنا اختبار مارانوبياس هو وظيفته الاساسيه هو معرفه هل توجد قيم متطرفه ولا لا، واحنا عرفناها بطريقتين، مره عن طريق شكل الانتشار اللي هو السكاتر بلوت، مفيش نقط بعيده عن خط الانحدار، وشفناها برضو بالاختبار ان جميع القيم اقل من قيم قاي سكوير الجدوليه، تمام. فبالتالي لا يوجد قيم متطرفه لهذا التحليل. ارجو ان هو يكون العرض ده افاد حضراتكم.